في أعقاب نشر الرأي أنباء عن وفاة مواطنة بسبب تناول حبوب تخسيس روجت لها إحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي التي كانت قد أحيلت في وقت سابق للنيابة العامة، قالت وزارة الصحة أنها تحقق في بلاغ عن وفاة مواطنة بسبب دواء التخسيس روجت له إحدى المشاهير عن طريق بعض الإعلانات الإلكترونية. ودعت الوزارة في بيان لها إلى اتباع التعليمات الصادرة منها والابتعاد عن الأدوية التي تباع في مواقع التواصل الاجتماعي لخطورة عدد منها على الصحة، مشددة على أهمية التعاون معها في الإبلاغ عن كل من يروج لتلك الأدوية. وللتعليق على هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المحامي الأستاذ عادل العبد الهادي، مساك الله بالخير أولا، في انتظار نتائج التحقيق طبعا حول هذه القضية من قبل وزارة الصحة، ما هي النواحي المسؤولية القانونية تجاه هذه الحادثة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية رحم الله البنت المتوفية وعظم الله أجر أهلها فيها. يعني من البداية احنا يجب علينا كأشخاص فنيين وقانونيين أن نوجه الكلام للكافة بأننا لن نستطيع أن نوجه أي اتهام قبل أن نتأكد من أن سبب الوفاة الحقيقي وفقا لتقارير من الأدلة الجنائية أو من اللجان المشكلة من وزارة الصحة، حتى نتبين السبب الحقيقي والمباشر للوفاة قبل أن نوجه الاتهام جزافا لأي شخص كان ما كان. هذه يعني الأساس الأول لمثل هذه المسألة. أما الأساس الثاني اللي هو احنا نعلم تماما ان وزارة الصحة هناك حظر في القانون رقم 38 لسنة 2002 عن الاعلانات عن المواد والمستحضرات المتعلقة بالصحة الا بعد الحصول على اذن من اللجنة المختصة بذلك التي تشكل من وزارة الصحة، وعليه فلا يجوز لاي شخص الاعلان عن اي مستحضر طبي دون ان تكون له رخصة قانونية، لذلك يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون كل من تصرف، يعني يعتبر جريمة. طيب ما هي التهم التي قد توجه إلى يعني مروجة حبوب التخسيس أو توجه لأي شخص يروج لمثل هذه المشتقات؟ يعني هذه قلت لك ينظمها القانون رقم 38 بأن هذه خاصة في المسائل، هناك رقابتين، رقابة لاحقة لمثل هذه الأدوية وهذه تتبع وزارة الصحة، ورقابة يعني سابقة ولاحقة تتبع هذه المسألة. فإذا وزارة الصحة هي المشرفة على هذه المسائل هي تراقب سواء اللي أعلن عن هذا المستحضر هي فاشينيستا أو شخص طبي أو غيره، يجب عليهم أن يعاقبون وفقا لهذا المفهوم. وهذه هي جنحة الترويج لمستحضرات غير طبي أو غير مرخص. هناك من قال أستاذ أن من الممكن أن يوجه تهمة القتل غير المتعمد في مثل هذه القضايا. يعني أنا ما أرى مثل هذا الموضوع، لأن معي معك تفضل. أي لأن يعني المسألة متعلقة في قانون واضح وصريح اللي هو القانون يوجه لهم أنهم كيف يروجون لمثل هذه العقاقير الطبية دون أن يكون لهم يعني ترخيص كامل. هذه هي الاتهام الوحيد. أما إذا رجعنا للاتهامات وشوف الاتهامات المروجة لمثلا دكتورة أو دكتور يروج من خلال مهنته، أنا أعتقد أن أخلاقيات المهن الطبية تمنع على أي طبيب أن يروج لمثل هذا المواد الطبية إلا بعد الفحص الطبي، لأن كان فإذا كان هذا العقار يتناسب مع حالات لا يتناسب مع حالات أخرى إلا بعد الفحص السريري، وهذا ما يعني روجت له وزارة الصحة واللي هي مشكلة فيها. لذلك أخلاقيات المهنة تمنع أي دكتور من الدكاترة الموجودين. واضح أستاذ عادل، كيف يمكن ضبط مثل هذا الأمر؟ بكل بساطة اللي هي وزارة الصحة تفعل مثل الأمور هذه، تنادي كل أطبائها الموجودين في وزارة الصحة بأنهم يهتمون في أخلاقيات المهنة وتشدد عليهم من يريد أن يكون فاشينيستا ويريد أن يروج لمثل هذه الأمور الغير طبية والغير مهنية عليه أن يترك هذه المهنة مبدئيا. أما الأشخاص اللي ما يكونون أساسا
أطباء أو لهم صلة في وزارة الصحة، ذلك هذا ينطبق عليهم القانون جملة وتفصيلا بأن هذول روجوا إلى عقارات طبية غير مرخص فيها فيعاقبون وفقا لهذه المسألة بالجنحة. نعم، يعني أخيرا، هل هناك حاجة لتشريعات متعلقة بقوانين استخدام الإنترنت أو سعة استخدام الهاتف، أو حتى قوانين وتشريعات خاصة بمثل هذه يعني الإعلانات التي انتشرت مؤخرا؟ يعني الكويت متخمأ في مثل هذه القوانين، لكن احنا محتاجين إلى ناس يفعلونها لهم على الأقل صفة، ولهم على الأقل حرص واجب عليهم أنهم ينفذوها بشكل حرفي أفضل من اللي قاعد يسوونه. أما القعدة وراء المكاتب وراء مزاجهم، هذا اللي إحنا نرفضه تماما. المحامي الأستاذ عادل عبد الهادي، شكرا جزيلا لك.